هذه الأزمة إحنا نوقف فيها حق الكويت، حق ديرتنا، حق وطننا العزيز الغالي، فلازم نكون يد واحدة ومتعاونة. والله تواجدنا اليوم شغلة إنسانية حق أهل الكويت، وما شاء الله الشباب والشابات البنات الحلوين اللي جايين تطوعوا لذاتهم علشان يوقفون معنا وقفة حق أهل الكويت، والحمد لله اليوم أنجزوا شيء وايد حلو وايد قوي، سكروا كل المحلات، وزارة الصحة والداخلية والدفاع والهلال الأحمر والبلدية والتجارة كلهم ما قصروا، كلهم موقفوا يد واحدة، وكل الفرق التطوعية. احنا كفرق تطوعية هذا دورنا وواجب وطني ان نكون اليوم نساند اخواننا في وزارة الداخلية، في البلدية، في التجارة، في وزارة الصحة، وهذا واجب ومطلب وطني، نعمل بصوت واحد من اجل الكويت. إجراءاتنا كانت إزالة جميع التجمعات وإغلاق كل المحلات التجارية استنادا مع غرفة التجارة والصناعة، واستندنا أيضا إحنا كبرايح سالم في فريق حملة عماريا كويت. تواجدنا إن شاء الله بتغطية المحلات اللي كانت فاتحة في النهار، في بداية النهار الساعة 11 و10 الصبح، فوجودنا وجود الشيخة ما قصرت ويا طاقم الفريق التطوعي. الفريق التطوعية اليوم شاركونا وحملة عماريا كويت بحضور الشيخ انتصار وفرق التطوع طبعا كثيرة لإغلاق المحلات التجارية لقلع تجمعات ونبذ التجمعات لنشر الوباء الكورونا. مع البلدية قاعد نسكر المحلات، وزارة التجارة نسكر المحلات الموجودة، والحمد لله المحلات استجابت لأوامرها وما قصروا. احنا مشاركين اليوم عشان المحلات والتجارة عشان نسكر. إذا تحب الكويت لا تطلع برا البيت. أتمنى ما تطلعون إلا حق الضرورة.